بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. معاكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد العلاج الطبيعي بجامعه القاهره ولايسنسد فيزيكال ثيرابيست في الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده. انتوا عارفين طبعا ان انا بدرس برنامج الاعداد لامتحانات اللايسنس سواء داخل مصر او خارجها، وعندنا دوره كل 4 شهور. عندنا دوره جديده ان شاء الله هتبدا بعد اسبوعين للخريجين، تكون جديدة. طيب احنا طبعا من وقت للتاني انا بنشوف حاجات على اليوتيوب، يعني هتلاقوا حلقات كتيرة واسئلة كتيرة ومحاضرات في هذا الموضوع. والنهاردة عايزين يعني نشوف سؤال واجابته عشان يبقى الفيديو قصير جدا وسريع. تمام، طيب خلينا نشوف. طيب هو ده هيبقى تحت انهي كاتيجوري؟ هيبقى تحت كاتيجوري حاجة اسمها النان سيستم، ده جزء رئيسي من الكورس. تمام، وتبع حاجه اسمها الايكويبمنت اند ديفايسز. ايكويبمنت اند ايه؟ اند ديفايسز. ففي سؤال هنا بيقول ايه؟ السؤال بيقول A physical therapist is working with a 60-year-old male who presents to the clinic with phantom lower extremity limb pain and hyperplasia. At the end of the treatment session, the physical therapist wishes to utilize electrical stimulation for pain modulation. Which of the following settings would be most appropriate in order to facilitate the treatment effect? هو ايه موضوع الفانتوم lower extremity pain؟ احنا عارفين ان بعد الامبيوتيشن وبيبقى عندنا residual stump after الامبيوتيشن، سواء كان المستوى بقى، يعني سواء كان الترانستيبيال امبيوتيشن، سواء كان الترانسفيمورال امبيوتيشن. الترانستيبيال برضه ليه اسم تاني، تمام، اللي هو البيلوني امبيوتيشن. الترانسفيمورال بيسموه above ني امبيوتيشن. تمام، بيبقى عندنا حاجه اسمها الفانتوم بين. الفانتوم بين هو ظاهره وجود بين، كما ان الليمب اللي اتقطع ده كانه لسه موجود او في مشكله مع ان حصل اوريدي امبيوتيشن. تمام، فيا ترى انا لو استخدمت الكتريك موداليتي فور بين موديليشن او ريليف اوف ذيس بين، يا ترى هستخدم بايبولر الترنيتنج كارنت فيرسد ات 100 بلس بير سكند اللي هو الايه الفريكوانسي بتاعنا، ولا والبايبولر ده شكل الويف طبعا. تمام، يعني عندنا ايه انواع مختلفه. طيب يا ترى هستخدم نيورو ماسكولار الكتريك ستيميوليشن ات 35 بلس بير سكند او فريكوانسي، يا ترى هستخدم كوادري بولر كونتينيوس كارنت ات 80 بلس بير سكند، يا ترى هستخدم كوادري بولر بوليفيزيك at 60 بلس بير سكند with 1 to 5 ديوتي سايكل. ايه موضوع الديوتي سايكل ده؟ احنا يعني بيبقى عندنا to avoid الادابتيشن، فيبقى عندنا حاجه اسمها الاون اند اوف تايم. فالاون تايم لو قلنا مثلا ان هو 20 سكند، الاوف تايم اضرب بقى في 5 100 سكند، اون تايم مثلا 10 سكند، الاوف تايم 50 سكند وهكذا. دي بيسموها الاون او اوف تايم او الديوتي ايه او الديوتي سايكل، اللي هي عشان خاطر ما يحصلش ادابتيشن ولا كده. طيب تعال نشوف الاجابه مع بعضينا ايه، او ممكن نتوقع الاجابه ممكن تكون ايه. هي الاجابه رقم 3 ان احنا هنستخدم كوادري بولر كونتينيوس كارنت ات 80 بلس بير سكند، هي دي الكوريكت انسر. فبنقول يوتيلايزنج 4 beds هنحط 4 beds with a low frequency would be the most appropriate setting for modulating pain for a patient with phantom lower extremity limb pain and hyperplasia. ماشي، يبقى انا هستخدم 4 electrodes. تمام، وهستخدم هنا low frequency current كويس for modulating the pain and hyperplasia. يا ترى الاجابات بقى اللي هي خاطئه، يبقى برضو عشان نفهم البايبولر current، البايبولر alternating current اللي هو البيرسد ات 100 بلس بير سكند، يا ترى ليه incorrect؟ These parameters would be more appropriate if a transcutaneous electric nerve stimulation or a TENS was being utilized. تمام؟ Additionally, the frequency is set too high, 100 pulse per second ده كويس، high for a patient with hyperplasia. طيب، الإجابة 2 Neuromuscular electric stimulation at 35 pulse per second غلط ليه؟ These parameters would be more appropriate if the aim was to facilitate muscle contraction due to weakness، لكن مش ان انا بشتغل على البين او الهايبر بليجيا او الهايبر اليجيا، اسف اللي ايه اللي موجود.
هايبر الجيزيا اللي موجوده. طيب يا ترى مش هستقبل كوادري بولر او البولي فيزيك ات 60 بلس بير سكند ويز 1 تو 5 ديوتي سايكل ليه انكوركت؟ تمام، بنقول ذيس بارامترز فول ويذين الراشن كارنت اند ماسل ترين سيلينج بروتوكول نوت بين موديوليشن نوت بين ميديوليشن. ده كانت إجابة سؤال النهاردة. تابعوني إن شاء الله في فيديوهات قصيرة تانية وأسئلة تانية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.